السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. اليوم حبيت نقدم لكم علاج تساقط الحاد بالأعشاب، وأيضا علاج الشيب المبكر. كيف كتعرفوا أن بزاف 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 ديال الشباب والشابات كيعاني من هاد الشيب المبكر، لأنه ولا كينوتهم بغزارة وفي وقت مبكر. هو مكون من الأعشاب، والأعشاب اللي معنا كالتالي: عندنا الخزامة كيف كتشوفوا، وعندنا السلمية اللي هي الميرامية، وعندنا أزير اللي هو إكليل الجبل، وعندنا المكون الرئيسي اللي هو ضروري يكون عندنا في هذه الوصفة اللي هو السدر، أوراق السدر كيف كتشوفوا، وعندنا اوراق الثومه الحمراء. اوراق الثومه الحمراء ها هي كيف كتشوفوا. ملي كنكونوا كنديروا الطبخ او كنكونوا كنديروا اي وصفه، فحنا كنقشروا الثومه. ملي كنقشروا الثومه كنحتفظوا بالقشور ديالها اللي هي هذه. وعندنا ايضا البصله، اوراق البصله كيف كتشوفوا، اوراق البصله اللي هي هذه، حتى هي كنحتفظوا بها لهذا الوصفه. وعندنا ايضا القرنفل، ما ننساش انه هو مكون رئيسي ومكون مزيان في هذه الوصفه. المهم على بركه الله غنعطيكم طريقه الاستعمال. طريقه الاستعمال: كنشدوا هاد المكونات اللي هما معنا هاد الاعشاب، وكنطحنوهم. هادشي الا بغينا نطحنوهم ممكن نطحنوهم، ما بغيناش نطحنوهم ممكن نخويو عليهم الطيب ونخليوهم هاد العناصر هكذا كامله هكذا نخليوها، ونبقاو نديرو بهم في بخاخ، ونبقاو نرشو بهم شعرنا في اي وقت، تقريبا جوج مرات ثلاثه المرات في اليوم، ونستمروا على هذه الوصفه. اي وصفه طبيعيه كتبغي الاستمراريه وكتبغي المداومه، لان ماشي وصفه طبيه. راه حتى الوصفه الطبيه كنمشيو عند الدكتور كيخرج لينا التريتمون ديال هذا ديال شهر شهرين ثلاث شهور، ما يمكنش لينا حنا اننا ناخذوه من اول حبه او نقدروا نبراو. ف اي وصفه وخصوصا الوصفه الطبيعيه فهي كتحتاج الوقت وكتحتاج المداومه. ما نقدرش نقول لكم حتى من اول استعمال تلقاي النتيجه، ف خصك تداومي عليها. البنات كيف كتشوفوا الماء ها هو الماء غليان، يكون غليان سخون مزيان، وكنشدوا هاد النص اللي طحنا كنديروه هنايا وسط الماء كيف كتشوفوا. ها هو درنا النص ديالو، وهاد القشيرات ديال كيف كتشوفوا ها هي حتى هذا ها هو درناه هنا. غادي نخليوه هنا يعني نخليوه مده، يعني انا غنغليو شويه ديال نخليوه يغلي واحد شويه، وملي كيغلى من بعد كنشدو هاد الماء وكنصفيوه وكنديروه في بخاخ بحال هذا. كنو ديجا عندنا بحال هذا ديال ماء الورد، يكون بخاخ باش نبخو به كيف كتشوفوا. ها نتوما بخاخ بحال هذا، ونديروا فيه هذا الماء اللي صفينا. وانا كنفضل انه يكون بايت بيتو في الماء، او لي يخليه 6 سوايع 2 سوايع، المهم حتى تلقوا المكونات. وراه مزيان مزيان مزيان، في فوائد كثيره كثيره للشعر. انا متاكده انكم الا تبعتوا هذه الوصفه فغادي تشكروني عليها، لان عندها فوائد مزيانه. اما النصف الثاني اللي كنت قلت لكم، ها انتم كيف كتشوفوا ها هو راه درتو جيروه مع الزيت. هذا صراحه انا عندي شحال هادي، ماشي يلاه درتو، هذا انا عندي تقريبا دابا شي 15 يوم تقريبا باش انا عندي هذا الزيت، لانه ملي عرفت الوصفه وشفت النتائج ديالها حتى انا درتها وجربتها وقلت انه نجربها معكم. فالا تشوفوا كي تيبان لكم الزيت ديال هاد الزيت ديالو، شفتوا كيتلون؟ ها نتوما شفتوا كيتلون، كيولي الزيت ديالو كحل 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 مع العناصر اللي عندنا، لانها كتلون هذا كتلون الشعر. فكيف كتشوفوا ها نتوما الا كيبان لكم اللون ديالو، شفتوا ها هو. فهاد الزيت خصكم تخلوه على الاقل اسبوع باش تستعملوه،
وهو شحال ما كيبقى هذا الزيت فهو ما حدو كيقدم هو كيطلق، راه مزيان. وانا كنتمنى انكم تجربوه لانه جميع مشاكل الشعر كيحل هاد المكونات هذه. وكيف كتشوفوا هانتوما الما شفتوا، هانتوما شفتوا المرا حتى هو راه تغير ليه اللون. انا دافيه الزيت وخشيت انا، ولكن معليش غنستعملها. هانتوما شفتوا حتى اللون طلق اللون. فكنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه وتردوا عليا الاخبار تقولي لي كي جاتكم. وبالنسبه للسلميه ما ديروهاش خضره، لانه انا السلميه اللي وريتكم راه وريتها لكم خضره. كيف كتشوفوا انتما يبسوها، راه ما كتست ما كت يعني ما كتبقاش وقت طويل باش تيبس، راه هي يومين تقدر تيبس لكم تشف لكم فيها. وديروها في الفرن ملي يكون طافي، طات في الفرن وخلوه شويه تبقى لكم فيه. وكنتمنى ان هذا الفيديو يكون مفيد 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 بزاف لكم. شكرا على تتبعكم، شكرا على وفائكم. ما تنساونيش من لايك ودعمكم المتواصل، واللي ما مشتركش مرحبا والف مرحبا. كنتمنى انكم تشرفونا في قناتنا المتواضعه. شكرا لكم والى اللقاء.